نرجع بقى للنادي الاهلي ونشوف راي شهاب في موقف شريف اكرامي، احمد فتحي، وليد سليمان. لا وليد، يمكن ابدا بوليد لان وليد رغبته واضحه جدا من الاول. يعني وليد قال لك انا هعتزل في النادي الاهلي، فوليد ما كانش عنده اي مشكله خالص. يعني وليد موضوع ما من الاول متحدد. شريف اكرامي الراجل رفع يعني الحرج عن الاداره، لان برضو انا الحاجه الوحيده اللي اخدها عن النادي الاهلي ان هو اتاخر ان هو يتكلم مع الناس دي. يعني الناس دي كلاعيبه كبيره في الفرقه، لا لازم اتكلم معاه على الاقل. يعني انت لعيب فاضلك سنه اتكلم معاك يعني عشان يعني افصل خلاص، يبقى انا مركز وعارف ان اللعيبه دي معايا. ما جيش اكلمها مثلا ان هو فاضل له شهرين ثلاثه، طب ما ممكن معلش كان النادي الاهلي ممكن يجي يقول لشريف كرامه احنا مش عايزينك، او احمد فتحي احنا مش عايزينك، كان ساعتها الموقف هيبقى ايه؟